سموديكا مع مراسلنا إبراهيم الخريف. اليوم قدم الشباب مباراة كبيرة. يعني ممكن شاهدنا ممكن إرهاق أثر على الفريق شوي خاصة في الشوط الأول. Nossa equipa hoje começar com 8 jogadores sauditos. شوف في معلومة واحدة. فريقنا لعب 8 لعيبة سعوديين. Isso é muito importante. Quando agora a federação quer chegar 8 profissional e só joga 3 locais para o próximo ano, eu faço tudo, eu meto 8 locais. تعرفوني السنة الجاية بيسمحوا لي 8 أجانب لاعب في الدكة طبعا وسبعة في الملعب، لكن أنا اليوم قدمت 8 لاعبين سعوديين من بداية المباراة اللي أتمنى إن شاء الله أن يخدمون المنتخب.